السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غادي نشارك معكم هذا الخبز الرائع جدا جدا من أيدي بنت أختي. صراحة شاطرة جدا في المطبخ وكتحضر الخبز بواحد الطريقة ناجحة جدا. الشكل والمذاق ديالو كأنه ديال المخابز، يحمر لك وجهك قدام الناس ديالك قدام ضيوفك. طلبت منها تشارك معنا هذه الطريقة وبعثت لي الفيديو، وكنت فرحانة بزاف بهذا الفيديو الصراحة، تفاصيل وشرحت أمور كثيرة وكان فيديو ممتع بزاف. أنا نقولها شكرا بزاف على هاد الطريقة ديالها الصراحة، وغادي تشاركها معكم وبالتفصيل الممل. وأنا بغيت نقولها تبارك الله عليك، I'm so proud of you، مثل ما دائما نقولها أنا فخورة بك. وغادي تشرح لنا الآن هاد الخبز الرائع. لازم 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 تتبعوا هذا الفيديو وديروا له لايك باش نشجعوها وتعطينا وصفات اكثر. اليوم ان شاء الله غادي نوجدوا الخبز ديال الدار بحال ديال المخبزات ان شاء الله. نبداو بالمقادير. مقادير مهم، 700 غرام ديال الفرينه، غادي نحتاجوا 130 غرام ديال السميده الحرشه، هذه اللي كنديروا بها الحرشه اللي كتكون متوسطه. انا خديت نصف الكميه، يعني 350 غرام ديال الفرينه تعادلها 65 غرام ديال السمين. فوالا هادشي ما كان. غادي خديت زوج معالق كبار تاع حليب غبرة ذوبتهم في المدافي، كاس ديال المدافي، ولكن غادي نشوف على حسب الاله الشرب نحتاج، نوريكم كلشي. معلقه كبيره تاع الخميره الفوريه تاع الخبز، معلقه كبيره ديال الزبده، معلقه صغيره ديال الملح، ومعلقه كبيره ديال السكر. هادو هما المقادير سيداتي سادتي. كناخذوا ديك المعلقه ديال الخميره الفوريه كنخلطوها مع الحليب، كندوبوها مع داك الحليب. دونك فوالا كنخليها تتفاعل مع الحليب. ناخذوا كميه كبيره، نخليها تذوب مزيان، ونجي هنايا نخلط النواشف اللي هما الفرينة. بسم الله، و بسم الله، المعلقة الصغيرة ديال الملح، و معلقة كبيرة ديال السميدة. كنحاول ندمج هاد النواشف حتى كيندمجو مزيان، وراها كنجي كنكب هاديك حليب غبرة مع في هاد المرحلة كنخلط غير بصباعي، يعني بحال مانيش نعجن، راني نخلط غير بحركة باش يندمجو، ما غاديش ندير حتى حاجة، يعني ما نعجنها ما والو. بسم الله. ودابا باش حتى حاجة ما طير بيسير كنحط هنا، وكنبدي ندير الماء في هذه المرحلة. قلنا نزيدو الماء غير شوية باش نتحكمو فيه، لأنني أنا في المكان اللي نبغيها تكون، أنا بغيها تكون جارية، وغادي نوريكم التركيبة ديالها كي غادي تكون. دونك كيما قلنا ما كنعجنش، كنخلط بسم الله، كنزيد شوية شوية الماء، وكنحاول نجمع، وأنا كنقلع من الجناب. هيك انا نوريكم كي غادي تجي ل شبونس هذا الصافي. دونك فوالا العجينه في الاول كتجيني هكا جاريه، يعني بهذا المعنى، وما غاديش نعجنها دابا، غادي نخليها 5 دقائق عاد نعجنها. 5 دقائق ما عجنتها ما والو،
ها هي كما قلنا كتلصق كما كتلاحظوا. الزبده مازال ما استعملتها، غادي نقول لكم فوقاش. كان نسد عليها هكا وكنعجنها في العجانه يعني كهربائيه. وبالنسبه للعجين في المعجنه الكهربائيه غير واحد، غادي نعجنها 5 دقائق. غادي نعجنها 5 دقائق سيداتي سادتي بالحساب، تيما عجنت 5 دقائق بالحساب بالنسبه للعجينه. شفتوا كيما لاحظتوا ما تبقاتش تلصق في اليدين، اجتمعت. دابا جا وقت الزبده اللي كنا خديناها معلقه كبيره بحراره المطبخ، خليناها شويه خرجناها من الثلاجه قبل. ايوا نبقاو ناخذوا هكا مورصي صغار نحاول ندخلهم في العجينه. بالنسبه للزبده اختياريه، تقدي سادتي ديريها تقدي ما ديريهاش. علاش؟ لان هي كتخليك تخلي الخبز طري وتقدي تحتفظي به في المجمد، ومن تجبديه واخا تفوت عليه سيمانه او جوج سيمانات بحال اللي عاد كيخرج من الفران. دونك هذا هو الدور تاع الزبده، الزبده انها كطري الخبز، وكما قلنا حتى نحتفظتي به بزاف في المجمد كتسخنيه كتجبديه كيكون مخير. دونك المرحله الثانيه انني من بعد ما درت الزبده كنولي نهبود ونخليها 5 دقائق اخرى. يعني سيدتي سادتي المجموع تاع العجين 10 دقائق. كان عندك الماشينه مزيان ما كانش باليدين وكتبقى رياضه. 5 دقائق مع الزبده كما كتلاحظوا ها هي. دونك دابا غادي ندرقها ب بابي سيفيزي ها، ونولي نغطيها بواحد الكتامه تاع خاصه ديال الخبز، ونخليها تخمر 45 دقيقه سيدتي حتى 50 دقيقه على حراره المطبخ. ما ديريها في سخن الفرن تحطيها، ما تخليها تخمر على خاطرها 45 دقيقه. كما كتلاحظوا ها هو تبارك الله العجينه ديالنا ضعف الحجم ديالها. هذه المرحله القادمه غادي يكون نحتاج فيها السميده، شويه السميده. ودابا غادي نحاول نخرج الهواء اللي بسم الله اللي تكون لي في العجينة، ونكون واحد السطح نظيف سطح العمل. فوالا هذه هي العجينة ديالي. ودابا غادي نحاول نكون كويرات ونرجع كي ندير نعمل دوك لي بول على حسب كل سيدة. يعني مثلا هاد الحجم انا يكفيني، كل سيدة على حسب ما الحجم يعني والمها. انا هاد الكمية كتعطيني 6 خبزات. هذا هو الشكل اللي غادي نكمل، غادي نكمل الطريقة بعد ما نحاول نعطيهم واحد الشكل دائري يعني كورتهم. غادي نخليهم بلا سميدة بلا والو كما كتلاحظوا، ها مكيتلصقو ما والو. غادي نخليهم 10 دقائق بالحساب يرتاحوا، ومراها نوليو نرجعو سيداتي للتكراس نوريكم طريقة سهلة كي ديرو تكرصاو للمبتدئات. دونك فوالا كنغطيه بنفس داك الشيء داك البابي سيلفريزي، ونخليها يرتاحو 10 دقائق. مرت 10 دقائق على الخبز ديالي ما شاء الله. ها هو كنقلع من هاد الشيء، وجدت واحد اللاطة ودرت فيها هاد القاع اللي خاص بالفراش باش ما يتسقيش، يعني بالابين انا ندهن بالزبده ومزيان. دونك دابا غادي نوري سيداتي واحد الطريقه لتكراس الفتيات المبتدئات. دونك بسم الله كنبدي نطالي شويه السميده في سطح العمل، نوريكم غير وحده. كناخذ الاولى كاع بسم الله وكنحاول اونغوبيها في هاد السميده هكا بسم الله. دونك سوا كتقرصي باليدين، سوا الطريقه سهله سيداتي باش تعرفي بلي ديري واحد الدائره جميله يعني متناسقه. كديري هكا دوك ها في هذوك لي بول تاع الهواء، وكلشي على حسابك سيداتي. يعني كوشا بغيتي ديريها يعني بسطه بزاف ولا دائره. دوك فوالا يعني هاد الوراق لا كيعاوني انني ندير شكل دائري، كنبقى نحفف بيديا هكا. دونك هذا هو السمك اللي انا نعتمدو. غادي نكملهم كاملين وغادي نحطهم نار ونرجعو. البيزات ديالي جاوني 5 على هاد الشكل دائري كما كتلاحظوا. كما قلنا مساعدة الوراق، راكم شفتوا الطريقة. غادي نخليها
تخمر سيداتي سادتي ترتاح واحد تقريبا 30 دقيقه. دونك غادي ندرقها غير بكتانه كافيه بلا ما ندير طبيشي الفريزي، غادي نخليها ترتاح واحد 30 دقيقه. من بعد ما فات 30 دقيقه وكنت سخنت الفران ديالي على درجه حراره 180 درجه، كنجيب مصمادي وكنحاول ندير هذا الخط هذه الكروه كما كتلاحظوا، وهكا غادي ندخلوا الخبز ديالي 25 دقيقه 22 دقيقه على درجه حراره 180. سيت داتي الخبز من بعد ما خرج من الفران كما كتلاحظوا عاد سخون، كنحاولوا نحطوه فوق نحطوه فوق هاد الشبكه باش يبرد على خاطرو، ومن بعد سوا كناكلو هاد النهار سوا سيت داتي كنديرو في شكاير خاصه اللي كتدخل المجمد وكنحتفظوا به حتى يبرد مزيان، كنحتفظوا به سيتي تقيني احتفظي به بالمجمد سيمانه، مهم من تجبديه سخنيه في الفران بحال اللي عاد كي وجدتيه. وشكرا وبصحه وراحه. صراحه الكيشهي كنقولها الله يعطيك الصحه، نتمنى تجربوا هاد الطريقه ديال هاد الخبز لذيذ جدا، و وبصراحة منظر ومذاق وكيشرفك قدام كل الناس، نقولها برافو وتبارك الله عليها، ونلتقي إن شاء الله في فيديو آخر. إلى اللقاء.